الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الحضور جميعا بكل مقاماتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والتحية يعني من خلفكم إلى كل شعبنا الأبي الصابر المجاهد. الحقيقة نحن هذا اللقاء إن شاء الله كما تلاحظون يعني من تكوينه وتشكيله هي إن شاء الله انطلاقة جديدة إن شاء الله لاستكمال الحوار الموسع، زي ما ذكرنا نحن في خطابنا السابق في يوم الجمعة 22 فبراير، والخطاب الأخير أيضا في 1 أبريل في الهيئة التشريعية القومية. حقيقة نحن بعين الحوار، لأنه الحوار حقيقة نحن اتخذناه منهج منذ بدايات عهد الإنقاذ، وظلينا نجني ثمار هذا الحوار، وتوج هذا الحوار حقيقة بالحوار الوطني في بشقيه السياسي والمجتمعي، لأنه حقيقة نحن قناعتنا أن الحوار هي الوسيلة الوحيدة اللي بتوصلنا للخيارات اللي بيرضى عنها الغالبية أو إجماع أهل السودان، والحوار هي الوسيلة الأسرع والأرخص لحل القضايا الخاصة قضايا الوطن الكبار. الحقيقة إن إحنا الحوار الموسع اللي إحنا دعينا له وبندعو له دائما إن شاء الله لتحول الواقع السياسي لتحكم معايير الشفافية والعدالة وإطاحة الفرص المتساوية لكل الناس والحريات العامة أيضا، وللمسؤوليات وتحمل المسؤوليات تجاه قضايا الوطن عموما. الهدف حقيقة من الحوار هو نحن جمع الصف الوطني ولم شمل أهل السودان وتهيئة الساحة السياسية، ليكون أيضا الحوار هو الطريق الواضح والكفيل إن شاء الله للوصول إلى حل القضايا وكيفية إنفاذها عبر التشاور حول حزمة من الإجراءات المطروحة. ونحن لتحقيق هذا الغرض إن شاء الله ندعو الحوار سيمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته اختيارا حرا عبر انتخابات، يعني الوسيلة الوحيدة هي للوصول إلى السلطة إن شاء الله هي انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومتفق على كل شروطها وإجراءاتها والموضوعية. أول حاجة البداية بتبقى هي حقيقة في قانون الانتخابات، ورغم أن القانون أجيز لكن إحنا ما بنقول أنه دي هي نهاية المطاف، يعني الناس برضها أمام فرصة أن من خلال الحوار إذا في أي مداخلات أو في تحسينات لقانون الانتخابات حتى نضمن أن انتخاب القانون هو حقيقة تعبير عن إجماع أهل السودان، لأنه ده زي ما قلنا هي الوسيلة الوحيدة في النهاية، الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للتبادل السلمي للسلطة. ونحن ما نكفل الباب، ونحن حقيقة نعلن استعدادنا وفتح أبواب الحوار حول أي قضايا موضوعية ناس ممكن يتفقوا حولها إن شاء الله، لأنه نحن عايزين نتفق على كل ما ينظم الانتخابات حتى أنه الناس تكون داخل الانتخابات وهي مطمئنة أنه هي دي الوسيلة الحقيقية والوسيلة الوحيدة اللي الناس ممكن توصل الناس للسلطة. نحن عايزين حقيقة في إطار دعوات الحوار الموسع نتواصل مع جميع أبناء السودان، أبناء السودان في الداخل والخارج وحتى حملة السلاح. نحن بندعو الجميع، وإن شاء الله من خلال اللجنة التنسيقية العليا والجمعية العمومية للحوار أن ننطلق نحو الآخرين اللي ما شاركوا في الحوار. الحوار حيكون هو حقيقة الأساس والقاعدة
اللي نحن حنبني لها الحوارنا في المرحلة القادمة. نحن نؤكد أن رئاسة الجمهورية حتكون هي الحاضنة للحوار، وهي دورها تهيئة البيئة للعملية وبناء التوافق عليها. في النهاية نحن عايزين نصل لتراضي يحقق استقرار سياسي في الساحة السياسية. عشان كده احنا عايزين كل الناس يشعروا انهم والله شركاء في هذه العملية السياسية. ونحن بداياتنا ان شاء الله المرحلة القادمة هندعو المجالس الرئاسية للانعقاد، تكون يعني نظر في كل القضايا اللي حسب تخصصاتها، المجالس المعروفة الستة، وهي بيجي مقدمتها هي قضية السلام. ونحن دائما نتكلم انه حقيقة السلام هو مفتاح لحل كثير جدا من القضايا المواجهة البلد، سواء كانت سياسية، اجتماعية، اقتصادية، أمنية. فعشان كده نحن عايزين نكون ان شاء الله حوار يشارك فيه الجميع دون حكر لجماعة او لحزب. فزي ما قلنا الحوار هو المستهدفين على المستندين على حوارنا السابق وعلى مخرجات الحوار السابق، حنواصل ان شاء الله دي القاعدة اللي حنطلق منها في نقاش عميق وتوصيات شاملة حول قضايا السلام والوحدة والهوية والاقتصاد وحقوق الحريات والعلاقات الخارجية وقضايا الحكم. كل القضايا اللي احنا اتفقنا حولها كل هذه القاعدة الأساسية ان احنا حننطلق منها في حوارنا ان شاء الله الموسع اللي نجدد الدعوة فيه لكل من سواء شاركوا واللي ما شاركوا، ونحن حنحاول ان شاء الله نشرك الجميع الا من ابى. عايزين نعمل حقيقه برضه نعمل اطار زمني للحوار حتى نصل فيه ان شاء الله للنتائج، ويكون حوار ان شاء الله مفيد وهي اضافه لما تم من قبل. ايضا الحوار الشبابي، احنا مطالبين انه ايضا نفتح حوار مع شبابنا في مؤسساتهم في مواقعنا المختلفه، لانه احنا عارفين انه هم الناس ديل شباب زي ما بيقولوا جزء المستقبل وكل الحاضر، فالبلد الحاضر البلد هو حاضرهم وهم قادته في المستقبل، فيجب ان تكون لهم المشاركه الواسعه ان شاء الله، يحددوا كيف يدار الوضع الان وايضا شكل مستقبل البلد، لانه عايزين احنا ايضا من خلال هذا الحوار في تلاقح بين الاجيال المختلفه، كلهم يشاركوا ان شاء الله في الحوار ده، لانه كلنا بننطلق وعايزين سودان ناهض متقدم متطور متحضر ان شاء الله. طبعا الاقتصاد هو اصبح القضيه الضاغطه الان، ونحن بنفتح الباب في المجال الاقتصاد بالذات لكل الكفاءات السودانيه. عندنا العديد من الكفاءات في داخل وخارج السودان، الناس عندهم خبرات تجارب متعددة، مطلعين على كثير من التجارب في العالم، عندنا كفاءات عالية جدا وناس مقتدرين، إن شاء الله حنسعى لهم جميعا ونخلون يكونوا هم مشاركين معانا إن شاء الله في اللسان في تقديم المقترحات المناسبة. في الاقتصاد نحن نعمل في اتجاهين، في الرؤية المتوسطة والبعيدة، ودي تقوم على كيفية استغلال الموارد المتاحة في البلد، والحمد لله احنا بلد بكل المعايير هي بلد غنية بموارده، فكيفية استغلال هذه الموارد لبناء ان شاء الله اقتصاد يقوم على قاعدة قوية وقاعدة حقيقية من في مجالات المختلفة، سواء في مجال الزراعي او الصناعي او الخدمي. فالموارد موجودة، المطلوب هو تهيئة البيئة السياسية والوصول لتوافق سياسي يحقق استقرار للبلد، عشان ما بعد ذلك توزع فيه إن شاء الله الفرص بعدالة لكل من له مقدرة وكل من له سهم في هذا المجال. أما الوجه الثاني هي الوضع الاقتصادي الراهن والضاغط على معاش الناس، وكيف الوصول إلى حلول تخفف وطأة الواقع المعيشي اللي يعاني منه الناس الآن في سد احتياجاتهم الأساسية.
وهناك طبعا قضايا واضحة جدا بتواجه الاقتصاد بتاعنا، سواء في تهريب ولا فساد والمضاربات والتشوهات الحاصلة في ممارسة العملية الاقتصادية. ودي احنا عشان كده من اجلها اعلنا حالة الطوارئ عشان معالجة هذه التشوهات اللي لها اثار سلبية جدا على الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي. وده ان شاء الله يكون فيه تعاون كامل حكومة وشعب ومؤسسات اهلية وشبكات شعبية لمحاربة هذه التشوهات ان شاء الله. ايضا لانه نحن الان العالم مترابط ويعتبر قرية واحدة وتداخلات كبيرة جدا في اقتصادنا، ايضا نحن مطالبين بالتواصل بكثير جدا من الجهات الخارجية في كيف نحن نصل لتعاون، ايضا يكون فيه دعم ان شاء الله لبرامجنا الاقتصادية خاصة مع المؤسسات الاقتصادية الاقليمية والدولية. ايضا من الخطوات اللي هي الان احنا امامنا هي ابتدار الحوار حول الدستور، والان تقريبا الترتيبات بدات تاخذ شكلها في المشاركين في الحوار حول الدستور في قيادته في مجالاته. ان شاء الله في الفتره القادمه ان شاء الله حيتنطلق الحوار حول الدستور. احنا ما بنقول انه احنا اللجنه او اللي تعلن دي حتضع الدستور، وانما حتعمل المسودة اللي هي في النهاية بتقدم للهيئة التشريعية، وحسب مخرجات الحوار الوطني هي حتقدم للهيئة التشريعية المنتخبة عشان إن شاء الله تجهيز الدستور، ونكون احنا يعني تجاوزنا مرحلة ظلت السودان يعاني منها فترة طويلة جدا في أن ظلينا ما بين دستور انتقالي ودستور مؤقت، إن شاء الله يكون هو دستور دائم والدوام لله سبحانه وتعالى. ده ايضا بيتطلب ان احنا ان شاء الله في الفتره القادمه ندعو الجمعيه العموميه للحوار، ونسعى ان شاء الله يعني نستمر ان نوسع حتى الجمعيه العموميه، وان نحاول نصل اخرين ان ينضموا للجمعيه العموميه. لكن ايضا ده من القرارات السابقه ان الناس يتواصلوا مع الاخرين خارج الحوار عشان ما ينضموا بقدر الامكان. احنا عايزين يعني نفتح المجال ونستوعب كل من يرغب في المساهمه في الوصول لحل لقضايا السودان. فان شاء الله يعني في المرحله الثانيه من الحوار اللي احنا بندعو له دي ان شاء الله هيكون بدأنا عمليه التحول الوطني لحس التغيير المنشود. التغيير المنشود والمتوافق عليه، وليضع السودان ان شاء الله في الطريق الصحيح نحو حل قضايانا اللي تخرج البلاد ان شاء الله من كل ازماتها وموضوعاتها. بذلك احنا دعينا لهذا الاجتماع الموسع كما تروا عشان ان شاء الله تكون هي بدايه ايضا لمرحله الحوار الجديده. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذن